كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. فيديو اليوم نشرت لكم صوره على انستغرام، كتبت لكم تحت الصوره شو معلومه او اشاعه او حقيقه عني سمعتوها وحابين تتاكدوا منها، اكتبوا لي بالتعليقات وحجاوب على قد ما بقدر منكم. اجاني فوق ال 5000 تعليق كله اشاعات وكلام، بعدين قلت بتعرفوا شو، خليني احط الكاميرا واقرا هي الاشاعات او هي المعلومات اللي عندكم وجاوب على الصحيح وعلى اللي مش صحيح منها. صح، نبلش بالفيديو. اول شيء انه انت صرتي ملياردير وما بتحبي تتصوري مع العالم وتتكبري كثير وهيك شيء. ملياردير لهلا ما صرت بس ان شاء الله بالمستقبل تصير، وما بحب اتصور مع العالم، بالعكس انا بتصور مع اغلب العالم اللي بشوفهم. بس بتذكر مره واحده كان بدبي وكنت مرضانه طالعه من المستشفى ونزلت مشان افطر واجاني عالم مشان يصوروا معي وكان شكلي عن جد تعبان، فاعتذرت منه قلت لهم اسفه عن جد ما بقدر اتصور. هي المره بس اللي بتذكرها. انا مش من النوع اللي بس بيتصور صوره، دائما يعني بحاول او دائما بكون عم بحكي معكم، بتعرف عليكم لما بشوفكم. انك طيوبه وشخصيه مرحه ولكن متكبره على متابعينك، هالشيء مش صحيح. انا اكثر صفه ما بحبها هي التكبر، ما بحب التكبر لانه بالنهايه ليش عم تتكبر او ليش عم تنغرب؟ فهذا الشيء لازم تحطوه براسكم. بس في فرق بين الثقه بالنفس والغرور والتكبر. كثير عالم احيانا لما بحكي يمكن بيجيكم فكره انه اوه ليش هيك عم تحكي عن حالها، يمكن هي شايفه حالها. لا، احيانا بحكي شغلات يمكن بثقه بالنفس فانتم بترجموها بغرور، بس انا ما بحب الغرور ابدا ابدا ابدا. اللي شافني بالواقع بيعرف هالشيء. انك عملتي عمليه شفط الدهون لنحفتي، ردي علي، هي ايه عم بتقول هالاشاعه او هالمعلومه؟ هي المعلومه مش صحيحه، انا ما عملت عمليه شفط دهون، يعني لهلا وانا عم سجل هالفيديو ما عملت عمليه شفط دهون، ما بعرف بالمستقبل شو حيصير، بس انا هلا لهاللحظه لا ما عملت عمليه شفط دهون. انه شعرك المصبوغ اكستنشن، ايه انا شعري المصبوغ اكستنشن لانه ما بحب اصبغ شعري، فكانت فكره الشخص اللي بيشتغل بالصالون رامي، بيشتغل بالصالون عمرو ليدي الصالون بدبي، هو اللي اقترح لي الفكره، قال لي اذا انت بتخافي تصبغي شعرك وحابه تغيري، ليش ما تخلينا نجرب نحط اكستنشن بلون ثاني؟ فيا وبلشنا رحله صبغ الشعر وغيرنا وعملنا وكل شيء، فهذا الشيء صح. نور وش سنابك؟ سنابي نور ستارز 21 للي حابب يتابعه. انت انسانه كثير طموحه. انا طموحه وبحب الطموح وبحب الاحلام، بحب انه يكون عندي اهداف جديده واحلام جديده، فيا يمكن يكون كلامك صح. سمعت انه انت عراقيه، صح ام خطا؟ ايه صح، انا عراقيه. كثير عالم كاتبين هالتعليق او هالاشاعه، مش اشاعه هي حقيقه، فيا انا عراقيه. انك اتخطبتي لاسم يوتيوبر؟ لا ما اتخطبت لاسم اي يوتيوبر، لاي يوتيوبر يعني ما انخطبت، في يوتيوبر طلبني وبعدين رفضت. انك ما بترديش على احد؟ انا دائما برد جايز، لما بنزل اي منشور على انستغرام على القليله اول ربع ساعه نص ساعه حسب الوقت اللي عندي، يعني برد على التعليقات على قد ما بقدر من التعليقات، انا بحب برد على تعليقاتكم. انك ما رح تنزلين فيديو كيف خسرتي وزن؟ لا، رح اصدمك ورح نزل فيديو بالتفاصيل اذا ما نزلته، اذا نزلته بحط لكم رابطه باول صندوق الوصف، اذا ما نزلته فحينزل. يعني انك انت مسيحيه؟ انا مش مسيحيه، انا مسلمه بس انا بحب وبحترم كل الاديان وما عندي اي مشكله مع اي شخص شو ما كان دينه، يعني لكم دينكم ولي ديني بالنهايه. انك عملتي بوتوكس لشفايفك؟ اول شيء اللي بيحطوه بالشفايف مش بوتوكس، فيلر، وثاني شيء ما عملت شيء لشفايفي، شفايفي هن هيك وبس. عن جد هذا الفيديو بيسلي. انت مخطوبه؟ كثير عالم عم بيقولوا هالاشاعه هالفتره هي انه انا مخطوبه، يمكن لانه بلشت البس هدول الخواتم، واحيانا بحط هذا الخاتم يعني بهذا الاصبع، فبيقولوا لي متزوجه مخطوبه. حب اقول لكم انه انا لا مخطوبه ولا متزوجه، وكمان هون في عالم كاتبين انه انا متزوجه بالسر او انه مخبيه زواجي او مخبيه خطوبتي. ما بحس شخصيتي ممكن تكون عم توحي لكم انه انا حدا بيخبي انه زواجه بالسر، ما بحس. ممكن ما بتعرفوا حسب تفكيري بالفتره، يمكن يعني ما بعرف صراحه، ممكن خبي زواجي وخليه بالسر، يعني بحس حقلكم انه انا مرتبطه بس يمكن ما قلكم مين اذا بدي خبي. يعني كمان في عالم عم بيقولوا لي انه عمرك 30 سنه. نعم حبيبتي، قولي بعدين عمري 40 سنه او 50 سنه، يعني كمان عمر ال40 وعمر ال30 وعمر ال50 كلهم حلوين، بس انه انا ما وصلت يعني هالاعمار، بعدني يعني صغيره. ما بدي اقول لكم الرقم بس انه بعدني صغيره، او حطوا على جوجل لتعرفوا الرقم اذا بدكم. انه بنين مو اختك؟ لا، بنين اختي، دمي ولحمي وشحمي واختي وعايشين بنفس البيت واهل نحن. ما بعرف مين عم بيقول لكم هالشيء، بس هي بنين عملت فيديو بقناتها وكتبت العنوان هيك لتجذب الانتباه، نور مو اختي، بظن حكيت فيه عن اسئله واجوبه وهيك شغلات، فالعالم بس بيقراوا العنوان وما بيفوتوا يشوفوا الفيديو، بس لا انا وبنين اخوات.
انه تكرهي بلدك. اكيد ما بكره بلدي، اكيد بحب بلدي وبحبه من قلب ودائما بحكي عنه. ما في حدا بيكره بلده يعني صراحه، ليش بدي اكره بلدي؟ بالعكس بحبه كتير 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 كتير. انه ابوكي منفصل عن امك، هي الاشاعه مش اشاعه، هي حقيقه. ايه ابي منفصل عن امي من زمان. سمعت انه انت غنيه جدا. الحمد لله، يعني الحمد لله، مش بدي اقول مش غنيه، الحمد لله. اشاعه انك تكرهي ابوكي وما تسالي عليه. انا ما بكرهه بس ما في بيننا اي صله او علاقه او تواصل. الحمد لله انا امي عندي بالدنيا كله وبالكون كله، وهي عوضتني عن كل شيء بهالحياه. انك رح تعملي فيديو كليب، هي شغله بالذات عم بشتغل عليها من زمان كتير، بس بعد الفكره ما وصلت لمرحله في احكي لكم عنها. بس انتوا اشتركوا بالقناه اذا مش مشتركين، وفعلوا جرس الاشعارات لحتى بس نزل شيء بخص هالموضوع يصلكم اشعار فيه. انه اكلتي لحم خنزير بحياتك؟ انا بحياتي ما اكلت لحم خنزير، يعني خنزير لحم بحياتي ما اكلت. بس مره صارت لي قصه، جبت شيبس هيك مكسيكي واكلت، ما بعرف اذا اكلت ما باكلت، بس حطيتها بتمي لوحده منهم، بس هو شيبس كبير هيك يعني الحبه تبعه، فحطيته بتمي وحسيت في طعم غريب بتمي، والله العظيم هيك حسيته، حسيت في شيء غريب. فقبل ما ابلعها قلت انتبهت هيك انه ما قرات انا على العلبه، فقرات ولقيت فيه انه من مكونات الخنزير فدغري كبيته. فهذا الشيء الوحيد اللي صار لي مع الخنزير او لحم الخنزير. بحاول انه اذكر حالي انه اقرا قبل ما اكل، بس اني يعني شو اعمل، انا عايشه ببلد بياكلوا هالاكل وبيحطوه بكثير منتجات، فاللي علي بعمله انه بحاول انه لا. فما صارت واكلت اي لحم خنزير من قبل. انك بتدخني سيجاره او سجاير او هيك شيء؟ لا انا ما بدخن، ما بدخن، انا بس مدمنه قهوه. بس تدخين لا ما دخنت، حتى ارجيله ما بدخن، مع انه كثير عالم حوالي بيدخنوا ارجيله، بس انا لما بشم الارجيله بدوخ. اشاعه انه رح تتزوجي وتتركي اليوتيوب؟ ما عندي مشروع زواج، وما بعرف ليه عم تسالوني عن الزواج. انا بعدني صغيره على فكره، يعني بكير على الزواج، يعني انا مفكره اذا بدي اتزوج يمكن يكون عمري 29 30 هيك شيء، 30 يعني على اول الثلاثينات، يعني لسه باقي لي فوق العشر سنين لحتى افكر بالزواج او افكر بموضوع الارتباط انه هيك الزواج، يو نو وات اي مين. فلا مش متزوجه وما في هالمشروع هلا حاليا. انه الشهره غيرتك، لكن انا واثقه انه نور 1 مليون ونور 12 مليون نفس الشخص. مش عدد ملايين المتابعين اللي بيغير الشخص، صدقوني اللي بيغير الشخص هي اذا الشخص تغير هو سنين، العمر، الاحلام بتتغير، نحن كبشر بنتغير. سو عادي انه نور لما وصلت 1 مليون تختلف عن نور لما وصلت 10 مليون او 12 مليون، لانه بين مليون و12 مليون كان في سنين وفي ايام واشهر ووقت كثير طويل، فهي بحد ذاتها انتقال بالشخصيه وتغيير كثير كبير. والتغيير عادي، يعني سنه الحياه هي التغيير، كلنا حنتغير، كلكم حتتغيروا، ودائما حيتغير فيكم شغلات، وحتصيروا تحبوا شغلات انتم ما كنتوا تحبوها، وتكرهوا شغلات انتم كنتوا تحبوها، وفي شغلات اشخاص حيطلعوا من حياتكم، وشغلات حتطلع من حياتكم، هذا الشيء طبيعي يعني. بس بالنهايه اللي بيضل هو اساس الانسان، يعني في شغلات بطباعي كنور بتضل موجوده، شخصيتي فيها كثير شغلات حتضل موجوده، بس عادي التغيير موجود. فيا بس الشهره غيرتني؟ لا، مش الشهره اللي بتغير الانسان، السنين، العمر، التجارب هي اللي بتغير الانسان. انه امك منقبه؟ لا امي مش منقبه، امي محجبه، بس بالفيديوهات امي ما بتحب تكشف وشها يعني، فلهيك بتلبس نقاب لانه بدها تحافظ على خصوصيتها. يعني هي ما بتمنى انه ماما تطلع معي بفيديو، لانه انا كثير حابه انه تشوفوها، لانه ماما بتجنن عن جد، مش لانه امي وعم اقول لكم بتجنن، بس ماما كثير كثير بتجنن وطيوبه وحبوبه و... بموت فيكي ماما. يعني انك بخيله، اكثر صفه بكرهها بالعالم البخل. وفي لاحظ اذا الشخص بخيل او كريم، اوكي في لاحظ اذا الشخص هيك، ونسبه البخل بحياته قد ايه كمان في لاحظها، وفي اعرف قد ايه هيك حريص هو. بس انا مع الحرص، يعني الحرص منيح، وعم حاول اعلم حالي هالفتره انه اكون حريصه، لانه ما بتعرفوا خبوا قرشكم الابيض ليومكم الاسود، وهالشيء يعني تعلمته لانه مريت بمواقف هالفتره، فهيك مثل صحتني. بس كمان ما بحب البخل كثير كثير، بحب الانسان الكريم، لانه انا كثير كريمه وبصرف صراحه، فبحس لما اكون حوالين ناس بخيلين هيك بيكونوا عم يتطلعوا علي، صرفتي هالقد؟ اشتريتي هي؟ دفعتي هالقد؟ فهيك بحس انه تركني اعيش حياتي يا عم، شو قصتك انت؟ دفعت من جيبتك؟ ف هون وحده كاتبت لي بعد الشهره تغيرتي. الشهره بتغير اسلوب حياتكم، بتصيروا مثلا خصوصيتكم تقل، فبتصيروا تتعاملوا مع الموضوع بطريقه معينه لحتى تحافظوا شوي على خصوصيتكم. ممكن هيك شغلات تغير الشهره، بس فيك كانسان كصفات ما بحس انا غيرت فيه، يعني الشهره ما خلتني انه
شايفة حالي على العالم وأنا أفضل من فلان أو علتان، وهالشي بشوفه بمشهورين، يعني في مشهورين بشوفهم بحسهم بحسوا حالهم كأنه هن أعلى من غيرهم وأفضل من غيرهم لأنه هن مشهورين وعندهم شهرة. هذا الشيء الحمد لله الحمد لله ما بدي يكون فيه ولا بدي أعيشه، لأنه الشهرة أوكي أنا موجودة بحياتي بس هالشي ما بيخليني أفضل من أي شخص تاني، أنا مثلي مثل أي شخص تاني وبس. يعني هذا اللي بدي أكون تعرفوه. وهيك بكون جاوبت على أكثر عدد من الإشاعات اللي بقدر عليه، ورح كمان رد على بعض من إشاعاتكم بس بالتعليقات، يعني رد عليكم. صاروحوا على الإنستغرام، تابعوني بإنستغرام، كمان اشتركوا بالقناة إذا أنتم مش مشتركين، حطوا لايك للفيديو مشان أعمل لكم فيديوهات هيك كتير عفوية ودغري بجاوب على أسئلتكم هيك يعني بسرعة بحكي معكم. وكمان فعلوا جرس الإشعارات مشان يوصلكم إشعار لما أنا أنزل لكم فيديو. وأنا نور ستارز، بحبكم، خيرات خيرات الله، وشوفكم وين وإمتى بالفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.